في مصر هنا، لقينا الناس محتاجين وسيلة أو طريقة نوقف بيها المرض قبل ما يوصل أصلا للحيوان ويحصل للحيوان. فالبريفنتيف ميديسن اللي احنا بنقدمه هنا بيساعد ان الحيوان يفضل على طول نضيف، على طول فات، على طول مهتمين بتغذيته، بشكله، كل حاجة بتخلي شكله حلو هي في الأصل بتخلي صحته سليمة وبتخليه هيلثي. اول حاجه بنعمل فول اكزامينشن علشان نشوف هي جاهزه اصلا تاخد شاور ولا لا، في اي مشكله في السكن مستدعيه ان انا استخدم نوع شامبو معين او اغير نوع الشامبو او محتاجه ميديكال شاور او غيره، ده بيتحدد في اثناء الكشف. بعدين بتبدا الحيوان يدخل ياخد شاور وكل حاجه تمام. الشاور برده على حسب حالته، على حسب طبيعه شعره، وبعدين بيجي بيتعمل له الهير كات. اللي بنقدمه هنا الجرومينج، ان احنا نخلي الكوت او الهير بتاع الحيوان وشعره مناسب للجو بتاعنا في مصر. فهو لو بيعيش بره مثلا في مكان ثلج وبيعيش في مصر هيحتاج الكوت يبقى اخف، والا يحصل ستريس. الستريس ده يخلي صحته دايما مش سليمه، مناعته قليله. لو هو عايز يعمل قصه معينه بقى فبيجيب صورتها او بيوصفها لنا واحنا بنعملها له، او لو هو عايز الايديال بقى، الايديال للبريد ده، فاحنا بنوفر له برضه ان احنا عارفين الايديال ايه وبيتعمل ازاي فبنعمله. دي اكتر حاجه كانت صعبه في الموضوع، ان احنا نجيب الماتيريال والساينتفك ماتيريال اللي نشتغل بيها. صعب قوي نلاقيها في مصر، مفيش مكان معين بيقدمه، فاضطرينا ان احنا نجيب سورسات من بره ونبدا نذاكر وبالتالي ندرب التيم معانا. احنا عندنا في حاجه ثانيه خاصه بالبريفنتيف ميديسن برضو، ان احنا بندي مثلا ادويه وحاجات زي مثلا الوقايه من الديدان، ادويه الوقايه من الحشرات. في الصيف احنا بنواجه المشكله دي، فهنا في ريجيم كده بنمشي عليه او سيستم بنمشي عليه علشان ما يحصلش اصلا اصابه بالحشرات. من الحاجات اللي بنقدمها هنا برضو التغذيه، الرقابه الغذائيه، ان احنا امتى يكون الحيوان فت وهيلثي وجسمه حلو، امتى يكون رفيع، طب نعمل ايه علشان خاطر يرجع لجسمه الطبيعي. بنقدم لهم ريجيم يمشي عليه، دايت معين، طبعا بيبقى مناسب لكل احتياجات حيوان، بيبقى اختلاف كل حيوان طبعا. كنت قبل كده بربي قطط ودلوقتي بربي كلاب، عشان يعيش معاكي في البيت او اذا كنتي عندك جنينه مثلا في البيت او كده، انه يبقى فيه بات عايش معاكي في البيت، ده معناه انه صحته جزء من صحتك. اذا صحته مش كويسه واذا مش نظيف يبقى ده ممكن ياثر علينا احنا كبني ادمين ان هم عايشين معانا. واحده من اهم ميزاتهم ان هم بيحسنوا حالتنا النفسيه جدا بقدر المرح اللي فيهم يعني.